السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم وينال إعجابكم هاد المجموعة ديال هاد التنسيقات أو هاد الموديلات. مجموعة من الفساتين اللي كما كتشوفوا اللوينة ديالهم كيجيو زوينين. نتمنى أنهم ينالوا إعجابكم. كاين هاد الصنبل المولي اللي كما تشوفوا حتى هو كيجي زوين. هاد الصنبل اللي كيكونوا ديال القطن كيجيو زوينين كما كتشوفوا. كيجيو الوان ديالهم زوينين اللي كيعجبهم بحال هاد الصنبل او بحال هاد التريكوات اللي كيكونوا طوال مع السروال ديالهم اللي كيجيو في الالوان حتى هما كيجيو زوينين. نتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه او كيشاهد الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلوه كل جديد وتبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. كما كتشوفوا كاين هاد كما كتشوفوا هاد الصنبل اللي كيجي بحال هكا كيجي زوين. كاينين هاد الصنبل الممللي اللي عيط تريكو كيكون مفتوح كما كتشوفوا حتى هو في الالوان اللي كيجي حتى هو زوين. كما كتشوفوا اللوانات ديالهم كيجيو زوينين. كما كتشوفوا اللوانات ديال هاد الصنبل اللي كتشوفوا الالوان ديالهم صراحه زوينين. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم هاد التشكيل في هاد الفيديو. دائما اللي اول مره كيشاهد القناه او كيشاهد الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناه وفعل الجرس ليصلوه كل جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا التنسيقات ديالهم زوينين وكيجوا انيقين. هاد الصنبل اللي كيكونوا تريكوات مفتوحين كيجوا زوينين حتى هما. كما تشوفوا اللوينات ديالهم كيجوا صراحه زوينين. كاين هاد الموديل ديال هاد الفساتين او هاد الموديلات ديال الصوف اللي كيجوا انيقين اللي كيكونوا حتى هما في الالوان. كما كتشوفوا الالوان ديالهم كما شفتوا اللوينات ديالهم كيجيو زوينين. كاين في الكحل هذا وكاين في هاد اللون مولي حتى هما. الالوان ديالهم بصراحه كلشي زوينين وكيجيو انيقين في اللبس. المحجبات او كيصلحوا للمحجبات او غير المحجبات اللي كيصراحه كيجيو. كاين هاد التنوره كتكون مع التريكو حتى هو اللي كيكون مفتوح اللي كيجي حتى هو زوين. كما تشوفوا اللون ديالو في الكري مع الموف كيجي اللون ديالو زوين انيق مع التنورة في الابيض. كاين هذا وكاين هذا الشكل يا مولي كما كتشوفوا تريكو في الابيض مولي مع التنورة في الابيض كيجي معاه متسقي الالوان. كاين هذا الموديل كما تشوفوا تريكو اللي كيجي طويل كيجي مع سروال ديال الابيض كيجي متناسق الالوان كيجي زوين. كتشوفوا اللون ديالو كيجي زوين. كاينين هاد الفساتين ديال الصوف حتى هما اللي كيجيو زوينين بهاد الطريقه. الفصاله ديالهم كتجي زوينه وكتجي انيقه اللي كيعجبهم بحال هاد الموديلات. كيجيو الالوان ديالهم زوينين كما تشوفوا اللوينات ديالهم زوينين. كيجيو هاد الفساتين كيجيو زوينين كيجيو انيقين اللي كيعجبهم بحال هاد الفساتين ديال الصوف. كاين هاد الفساتين مولي فهاد الشكليه فهاد الموديل نتوما كيجيو زوينين. نتوما فيهم ثلاثه ديال الالوان تشوفوا الالوان ديالهم
كاين هاد الموديل الثاني حتى هما هاد السراول ديال الكوير مع الجاكيطه ديالهم، كما تشوفوا الجاكيط ديالهم حتى هما كيجيو زوينين. كاين هاد الموديلات حتى هما في الغوز، كاين في الكحل، يعني حتى هو فيه الالوان، كتشوفوا الالوان ديالهم. كاين هاد الموديل حتى هو كما تشوفوا، الموديل كيكونوا فيه جوج الوان حتى هو كيجي زوين وقت الخريف اللي كيعجبهم بحال هاد الموديلات. كاينين هاد الموديلات هما اللي كيما تشوفوا حتى هما كيجي زوينين، كاينين في الالوان حتى هما، تشوفوا الالوان ديالهم. كاين هاد الفستان ديال الجيم كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين، كيعجبهم بحال هاد الفساتين ديال الجيم، كيجيو صراحه حتى هما كيجيو زوينين. كاين هاد الفستان حتى هو كيجي انيق، كيجي واسع من التحت. كاينين هاد الصنبل هما اللي كما تشوفوا كيجيو قوامج مفتوحين مع السراويل ديالهم، كيجيو حتى هما متناسقين، الالوان ديالهم كيجيو زوينين كما كتشوفوا حتى هما في الالوان. اللوينات ديالهم كيجيو زوينين، كيصلحوا للمحجبات او غير المحجبات. هاد الموديلات نتمنى انهم هاد التشكيله او هاد التنسيقات او هاد الموديلات لملابس التركيه تنال اعجابكم. مجموعه من التنسيقات لملابس التركيه اللي نتمنى انها تنال اعجابكم في هاد الفيديو. ما تنساوش دائما تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد ان شاء الله، بارطاجوا لنا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، ونتمنى انه هاد الفيديوهات اللي كنقدم لكم ينالوا اعجابكم وينالوا اعجابكم هاد التنسيقات. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد وتنسيقات جديده وموديلات جديده.